مساء شباب كرام، واهلا بكم في لقائنا اليومي على شاشه النيل. بنستمر مع حضراتكم حتى قبل انتصاف للقاهره بدقائق معدوده. طبعا كل عام وكل المصريين بخير بمناسبه عيد القيامه واعياد شم النسيم، بالرغم من انه اعياد عيد القيامه هذا العام بتاتي وبيخيم عليها اجواء من الحزن طبعا نتيجه الحوادث اللي شهدتها مصر خلال العام الماضي، مش بس لها وقع طبعا سيء وغير ايجابي على المسيحيين ولكن على كل المصريين اللي تابعوا هذه الاحداث الدامية. ولكن خلينا برضو نقول كل سنة وكل المصريين بخير بمناسبة اعياد القيامة. النهاردة بالمناسبة دي هيكون معانا موضوعين، موضوع عن عيد القيامة نفسه، عن كمان طبعا احنا عارفين الرئيس عبد الفتاح السيسي كان زار الكاتدرائية وقدم واجب العزاء للبابا توادرس باب الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية. حاليا الكنيسة او الكاتدرائية في العباسية إبراهيم القصية في العباسية بتشهد القداس الخاص بعيد القيامة، من الفرق يكون بعد قليل في الكلمة اللي بيوجهها البابا توادرس كل عام من خلال الاحتفال بعيد القيامة. هيكون معانا كمان موضوع تاني يتعلق بالحالة الأمنية في مصر. طيب احنا بنشهد الان على الشاشه وصول البابا توادرس بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه. هو طبعا مع موجود من بدايه الاحتفالات، ولكن الان هو يتقدم الموجودين او المصلين داخل الكاتدرائيه في العباسيه. ده اذانا غالبا بانه هيلقي الكلمه الخاصه به بعد قليل. احنا معانا كمان النهارده موضوع تاني امني برضو مرتبط بالحاله المصريه بشكل عام، في اجراءات جديده اتخذتها وزاره الداخليه طبعا بالاضافه الى ضبط خلايا ارهابيه متورطه سواء في حادث تفجير الكنيستين في طنطا وفي الاسكندريه، او في كمان ضبط لمجموعه من الارهابيين اللي كانوا بيخططوا للمزيد الحقيقه من العنف واحداث بلبله وعدم استقرار في مصر هذه الايام. ده موضوع تاني هنتبحر فيه شويه من خلال حلقتنا النهارده من القاهره. هرجع لكم بعد الفاصل بجوله سريعه لاهم ما حدث في مصر على مدار يوم كامل. ابقوا معنا. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث ببرقيه تهنئه للبابا توادرس الثاني بابا الاسكندريه بطريرك الكرازه المرقسيه بمناسبه طبعا عيد القيامه. اعرب فيها عن صدق مشاعري واطيب تمنياتي له ولجميع المسيحيين بمرفوع الصحه والسعاده، وايضا لوطننا الحبيب بدوام العزه والرفعه والامن والاستقرار. طبعا المشاهد اللي احنا شايفينها دي من زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي للكاتدرائية المرقسية بالعباسية لما كان رايح يقدم واجب العزاء للبابا توادرس.
الرئيس السيسي في برقيته النهاردة أكد على قوة روابط الإخوة والمحبة بين أبناء شعب مصر بمسلميه ومسيحيين، وشدد على أنه ما وقع من أحداث مؤسفة لن يزيد مصر والمصريين إلا عزما وإصرارا على مواجهة هذا الإرهاب الغاشم والقضاء عليه واقتلاعه من جذوره. بعث الرئيس كمان ببرقيات مماثلة إلى مسيحي مصر بالخارج بمناسبة عيد القيام المجيد، متمنيا لهم جميعا النجاح والسداد. في خبر تاني للقوات المسلحه اللي اعلنت انه تزامنا مع احتفالات المسيحيين بعيد القيام المجيد انها بتنظم القوات المسلحه بالتنسيق مع الكنيسه مراسم لقداس عيد القيامه لمصابي الاحداث الارهابيه واسرهم، وده في المجمع الطبي بالمعادي والجلاء. والكنيسه ارسلت وفد كنسي لاقامه القداس بحضور مصابي احداث كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسيه بالاسكندريه ومصابي ايضا القوات المسلحه من الاقباط. القوات المسلحه اكدت ان اقامه القداس بالمستشفيات العسكريه بيؤكد على التلاحم والروح الوطنيه الواحده اللي بتربط ابناء الوطن. القداس بيقام بحضور عدد من اهالي مصابي الاحداث الارهابيه بكنيستي طنطا والاسكندريه، وكمان مصابي القوات المسلحه في الحرب على الارهاب من الاقباط والاطقم الطبيه بمستشفى المعادي ومستشفى الجلاء. طيب النهارده رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل اعلن انه تم السيطره على الحريق اللي نشب في خط نقل منتجات بتروليه في التجمع الخامس، كنا تابعناه على شاشتنا بشكل مفصل على مدار اليوم. وكمان اكد انه تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمه لعدم حدوث اي اضرار. وزير البترول مهندس طارق الملا نفى انه يكون الحادث انفجار لخطوط الغاز الطبيعي كما اشيع، انما هو حريق باحد خطوط شركه انابيب البترول القادمه من مستورد للقاهره ومتجهه الى محطه القطاميه، وبيبلغ قطر الخط 10 بوصات وبيحمل بوتاجاز. المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهره تفقد موقع الحريق واكد انه تم السيطره على الحريق وجاري عمليه التبريد، وتم فصل خط الغاز الخاص بموقع الانفجار عن منطقه التجمع الخامس. ووضح كمان ان الانفجار ما اثرش على توصيل الغاز الطبيعي لسكان القاهره الجديده. اللواء مجد الشلقاني مساعد وزير الداخليه مدير الاداره العامه للحمايه المدنيه قال انه سبب الحادث هو قيام سائق لودر تابع لشركه الصرف الصحي بالحفر هو اللي تسبب في كسر ماسوره الغاز، واكد انه تم التحفظ على سائق اللودر لاتخاذ كافه الاجراءات القانونيه. لا انا بشوف بس ما بين تصريحات اللواء مجد الشلقاني وما بين تصريحات وزير البترول، يعني ايه العوامل المشتركه اللي بتشرح هذا الحادث. عموما الحادث كان اسفر عن وفاه مواطن واصابه 17 اخرين، وده اللي اعلنته وزاره الصحه. طيب معانا خبر تاني. مجلس اداره الهيئه القوميه للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء عقدت اجتماعا برئاسه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي النهارده بحضور الدكتور محمود حسين القائم بعمل رئيس الهيئه، وده للاتفاق على بدء مشروع اعداد البنيه المعلوماتيه الخاصه بمنطقه الصحراء الشرقيه، وده استكمالا لجهود الهيئه لانشاء البنيه المعلوماتيه لمصر كلها، لانه الهيئه كانت قسمت مصر 4 اجزاء واعدت خريطة معلوماتية لكل منطقة على حدة، وده الاستفادة منها في مخططات التنمية القادمة. تم كمان الانتهاء من المناطق الثلاثة الأولى وهي منطقة شمال الصحراء الغربية وجنوب الصحراء الغربية ومنطقة سيناء ووادي النيل. النهارده مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك قال ان النادي ما طلبش تاجيل مباراه الفريق الكروي امام مصر المقصه من البدايه، وقال انه عامر حسين رئيس لجنه المسابقات هو اللي اجل من تلقاء نفسه. ورد مرتضى منصور على خطاب اتحاد الكوره اللي تم ارساله للزمالك ومصر المقصه بشان اقامه المباراه مساء غدا، واضاف في تصريحات نزلها على الموقع الرسمي لنادي الزمالك قال كان هناك حديث بيني وبين القيادات الامنيه وتم التأكيد على انه الامن لم يطلب تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقصة الى يوم الاحد.
قال كمان ان لن اترك حق النادي، واوجه رساله تحذير لاحمد مجاهد ومجدي عبد الغني وشرف سويلم، واكد انه الختم اتسرق، تمت سرقته، وانه او هو بيقول لن اوقع على خطاب اتحاد الكوره ولن اخوض المباراه غدا. مرتضى منصور قال انه او اعلن عن نيته انه هيقدم بلاغ للنائب العام بسبب تزوير خطاب اتحاد الكوره للزمالك ومصر المقاصه، واكد تاكيده على عدم ذهاب او جد تاكيده يعني على عدم ذهاب فريق الزمالك للملعب غدا لخوض المباراه. طيب نطلع لفاصل ونرجع لكم عشان نبدا اول حوار معانا ومعاكم في قناه القاهره النهارده.